الذكر وليلة الطاعة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء الله. ويستحب فيها كثرة التعبد لله تبارك وتعالى، لأن البعض منا بينسى في زحمة الاستعداد ليوم العيد أن يوم العيد كما هو فرح في الدنيا كذلك هو فرح في الدين، لأنه تمام عبادة وتمام طاعة. فينبغي علينا أمر هام جدا، مش مجرد ما يدخل يوم العيد ويعلن أن غدا هو أول أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر مبارك ان احنا نهجر المساجد، لا، ده في المسجد كل يوم كنت بتصلي 8 ركعات او 20 ركعة او 36 كما ذكرنا، فتيجي في ليلة العيد صلي ركعتين لله تبارك الله. وتعالى والركعتين دول بنية ايه؟ دوام قيام الليل، كأن انا بقول له يا رب لا، ده انا ما هجرتش المساجد عشان رمضان خلص. تاني حاجة، العيد مش ليا لوحدي، ده العيد للغني وللفقير، للي معاه واللي ما معهوش. بمعنى فاللي لسه ما طلعش زكاة الفطر يطلعها، لأن زكاة الفطر معمولة عشان إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أغنوهم عن السؤال في يوم العيد وليلته. ده أمر، ده أمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لإيه يا حمدي بيه ولكل السادة المشاهدين؟ عشان الفقير في ليلة العيد يفرح، يفرح، يبقى مطمن ان الصبح ان شاء الله من رزق ربنا مش هيمد ايده لحد، ان اولاده لما يعوزوا يشتروا حاجه عنده فلوس عشان يشتري. اغنوهم، اغنوهم. وبعدين ايه؟ ما قالش اعطوهم، ده اغنوهم. يعني ايه اغنوهم؟ يعني فيضوا عليهم بس، يعني ما يحتاجش حد فقير او مسكين يمد ايده. يعني زي ما انا اولادي عندهم ابناء الفقراء يكون عندهم، وانا اولادي عندهم عشان انا واحد بس ممكن اجيب لهم. درس الكفاله الاجتماعيه ده درس عظيم، ده درس رقي وسمو بالانسان ان يصل الى درجه المحبه والفرح الكامل، لان احيانا الفرح قد ينغص شيء من الحزن، شيء من القلق. انما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول احنا طلعنا من مدرسه الصيام الاخلاق ساميه والنفوس عالية، فالنفوس العالية دي ما تسيبش واحد فقير محتاج النوجة في يوم العيد، ما تسيبش ولد ينظر إلى أولادك كده إن هم عندهم هدوم وأنت ما عندكش، حتى ولو كان عنده توب مش لازم يكون جديد، وإن كان الجديد أحسن، ممكن يكون نظيف، مغسول، مهندمه كده ونبدأ إيه؟ طب أنا ممكن أعمل كده؟ يا أخي عدها صدقة لله تعالى، زي مثلا يبقى عندي في البيت رجل فقير